في التالتة يمين. هل الهزيمة برباعية هتؤثر على مشوار الزمالك في الدوري؟ لا لا ما تأثرش خالص، بالعكس بيديهم حافز ان هم يكملوا في الدوري، وان شاء الله يعني الدوري زملكاوي، وان شاء الله في ميت عقبة الدرع في ميت عقبة ان شاء الله. لا ما اعتقدش خالص، ما اعتقدش ان الهزيمة دي يعني هتأثر خالص، بالذات في ظل الاستقرار دوت واللعيبة اللي موجودة وكل الكلام ده، ما اعتقدش ان هيبقى في هزة خالص. لا طبعا، هي الزمالك ده ماتش وعدى، وكان زمان الموضوع اللي بيأثر دوت. بصراحة الإدارة كويسة، لعيبة كويسة، ومدرب كويس، مش هيحصل أي تأثير. لا خالص، المباراة وعدت، والنظام ده كان زمان، ما الكلام ده كان بيحصل زمان، لكن الدنيا أمير مظبط الدنيا، يعني أمير مرتضى منصور بصراحة مظبط الدنيا وماسك الفريق كويس، ويعني مش هيأثر خالص، يعني إن شاء الله يعني مش هيأثر نهائي، لأن ده ماتش وعدى، وعلينا بقى ان احنا ننسى ما هو وراء ونمتد الى ما هو قدام. ليه؟ لان لازم ناخد ثقه في بعض. انا شايف ان هي اكيد هتاثر عليه في الدوري، هو ممكن ياخد الدوري، بس اكيد بيراميدز احسن منه، اعلى منه شويه. لا هي مش هتاثر عليه في الدوري في حاجه، لان دي بطوله ودي بطوله، بس هو كده كده الزمالك ما لا هو نفسيا هتاثر عليه. لا هو المباراه تبقى كل مباراه بمباراتها، يعني المباراه تخلص تبص على اللي بعدها، ده كل الحكايه. لكن ما القصه بقى الضغط العصبي اللي على اللعيبه، لا هو هتخلص مباراه النجوم تبص على اللي بعدها. كان زمان مش هيحصل كده، ان شاء الله الزمالك هيمشي في طريقه تمام، وهيغلب باذن الله وياخد الدوري ان شاء الله.